نحن اليوم في مكتب التربية والتعليم في المجلس المحلي مدينة الوطامنة نقوم بواجبنا بعمل إصلاح وترميم وصيانة هذه المدرسة وإصلاح ما تبقى منها وضعها في الخدمة انطلاقا من واجبنا تجاه أبنائنا الطلاب المتواجدين في المدينة الذين لم يخرجوا منها وتماشيا مع الوضع والوضع الراهن والأمن بالنسبة لشهادته المدينة في الآونة الأخيرة الذي شكل حافزا لعودة بعض العوائل إلى المدينة. قمنا بهذه الحالة الإسعافية بهذا العمل الإسعافي انطلاقا من إمكانياتنا المحدودة، باقي المدارس مدمرة لا يمكننا القيام بأعمال الصيانة فيها، نقوم بأعمال الصيانة في هذه المدرسة أعمال محدودة، حالات إسعافية تماشيا مع الوضع ولوضع هذه المدرسة بالخدمة في أقرب وقت كوننا في بداية عام دراسي جديد. هذا العمل الذي يقوم فيه وهذه الإصلاحات هي بدعم ذاتي بجهود ذاتية من المجلس المحلي، لذلك نناشد ونوجه نداء استغاثة وطلب للمنظمات والهيئات التربوية العاملة في مجال التربوي أن تنظر لنا بعين الرعاية ولطلابنا بعين الاهتمام لكي يكونوا في مدارسهم أسوة من باقي المدارس الأخرى.